متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وتكاثرت كميات من الغيوم الركامية فوق مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأيضا مرتفعات الطائف، مكة المكرمة، وصولا حتى مرتفعات المدينة المنورة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات كبيرة من الغيوم المرتفعة والمتوسطة الارتفاع في عموم مناطق شبه الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية. كانت عبارة عن غيوم ركامية هنا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وعموم المناطق الجنوبية الغربية بما فيها سواحل منطقة جازان. نتحدث الآن أكثر حول الأمطار وخرائط الأمطار وأيضا مناطق تأثيرها وشدتها بهذه الخرائط. نبدأها بيوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الأحد تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة جازان وعسير والباحة. تتكاثر كميات من الغيوم الركامية الرعدية في هذه المناطق. تتراجع شدة هذه الأمطار خلال ساعات الليل من ليل الاثنين والثلاثاء، على أن تعود الغيوم الركامية بالتشكل في عموم المناطق الجنوبية الغربية من منطقة جازان ووصولا حتى مرتفعات المدينة المنورة، ومرورا بمرتفعات الطائف، مكة المكرمة، الباحة، وأيضا مرتفعات عسير وأبها. تتراجع مجددا هذه الأمطار الرعدية خلال ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء، على أن يتجدد تشكل هذه الغيوم الرعدية مع ساعات ظهيرة يوم الأربعاء في نفس المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غالبا صافية مع 30 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة منخفضة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 43 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 31، يوم الثلاثاء تنشط الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار مع 44 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 31، نفس الأجواء متوقعة والحرارات أيضا خلال يوم الأربعاء. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأ من المنطقة الشمالية، تبوك غبار خفيف مع 40 إلى 25، سكاكا 42 إلى 29، وعرعر 42 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة غبار خفيف مع 43 إلى 32، جدة 35 إلى 31، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 40 إلى 30 درجة مئوية، وزخات رعدية من الأمطار أيضا متوقعة فوق مرتفعات الطائف مع 32 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن نحو المنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة في هذه المناطق كنتيجة لتدفق كميات من الرطوبة المدارية لهذه المناطق. أبا زخات من الأمطار 29 إلى 19، الباحة زخات رعدية من الأمطار مع 28 إلى 19، ونفس الأجواء في جازان مع 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 43 إلى 31، حفر الباطن طقس حار مع 45 إلى 31، والإحساء 46 إلى 32 مع أحوال جوية حارة. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 43 إلى 31، بريدة 43 إلى 29، وحائل رياح نشطة مع 42 إلى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن. إلى اللقاء.